من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي يمثله الوصول إلى صندوق للأضرار والخسائر وهذه الخطوة التي قيل إنها ظلت على نحو 30 عاما متعثرة تقريبا؟ أهلا يا فندم. طبعا موضوع الموافقة على أصلا النقاش الذي يؤدي إلى إنشاء صندوق ده ذاته إنجاز، ربنا وفقنا الحمد لله. احنا قدرنا نستخدم الزخم الدولي والضغط الدولي للتعامل مع قضايا الخسائر المتعلقه بتغير المناخ للدفع بتسهيل وتيره المفاوضات، بحيث ان احنا يبقى قدامنا اقل فتره ممكنه لتفعيل صندوق للخسائر والاضرار او لتعويض الدول الناميه ومساعدتها على تمويل التعامل مع الخسائر والاضرار المتعلقه بتغير المناخ. ما الآلية المعتمدة يا فندم لوضع هذه التمويلات اللازمة؟ وقضية التمويل هي القضية الأساسية أصلا في أي خلاف كان ينشأ فيما يخص إما التكيف أو على الأقل محاولة تقليل الانبعاثات. طبعا هيك التمويل أو الدعم المالي اللي بيقدم للدول النامية من دول متقدمة بيجي في أشكال مختلفة، سواء من خلال الصناديق القائمة زي الصندوق الأخضر أو صناديق التابعة للبنك الدولي، أو من خلال عدد من المنظمات أو المشروعات أو الاستثمارات، أو تمويل مباشر لعدد من المشروعات. دايما بيفضل التمويل هو حجر العثرة قدام أي تقدم، لأن هو ده اللي بيساعد على التفعيل، هو ده يعني إيه اللي يمكن تنفيذ مشروعات تحقيق غير ما خسر دي موجود تمويل دائم بقى، تمويل مستمر، تمويل مناسب. ولكن طبعا في الظروف الدوليه اللي بتبقى موجوده الموضوع ما بيبقاش بهذه السهوله، فيقعد دايما موضوع التمويل تبقى اخر حاجه بتخلص او هي اخر حاجه بيبقى عليها خلاف. يعني لماذا تبقى هي موضع الخلاف او على الاقل فيها مساحه التلكؤ الاكبر؟ هل الامر مرتبط بعدم وجود الاراده السياسيه، عدم وجود ايمان عميق اصلا بتمويل قضيه بهذا الشكل، ولا يعني انفاق الاموال في عموم الاقتصادات الكبرى يصبح موضعا لمشكلات سعاده السفير؟ هو انفاق الاموال بصوره عامه بيصبح دايما يعني مشكله، وهي الالات تختلف يعني والمعايير تختلف لمنح التمويل. في دول بتركز في على دول اقل نمو والدول الجذريه، في دول اخرى معايير التمويل بتاعتها بتسمح لها انها تتوسع في دعم مشروعات لمواجهه تغير المناخ في دول متوسطه الدخل. فكل مجموعه او كل حد بيبقى عنده معايير مختلفه، فيظل الخلاف على موضوعات التمويل ده دايما، لان التمويل المتاح بيبقى اقل كتير جدا من الاحتياجات الفعليه للدول الناميه لمواجهه تغير المناخ، فبيبقى في نوع من انواع التنافس على حجم التمويل. وزير الخارجية سامح شكري في الجلسة الإجرائية اللي تسلمت من خلالها مصر الرئاسة الدورية لهذا المؤتمر تطرق إلى نقطة التمويل وقال إن هناك أمل في ضابطين فيما يخص الإنفاق. أولا أن يكون الإنفاق مرتبط بالتكيف بشكل أكبر وليس تقليل الانبعاثات الكربونية، والضابط الثاني ألا يكون الجانب الأكبر من هذه التمويلات في صورة قروض، لأن الدول النامية أو ذات الاقتصادات الأقل لن تقوى على تحمل كلفة مزيد من القروض. هل صيغة بهذا الشكل تم التطرق إليها في النقاشات الأخيرة سعادة السفير؟ طبعا هو ده المطلب بتاع الدول الناميه على اكوان دوله اقل نموا او دول متوسطه الدخل، دايما ده المطلب بتاعها وموجود في البيان اللي صدر او القرار الجامع اللي بنسميه، اللي هو بيغطي كل عناصر المفاوضات، فيها نداء وطلب من مؤسسه التمويل الدوليه ومؤسسات شركاء التنميه بالتحول الى القروض الميسره، ادوات التمويل التي تساهم بقروض ميسره سواء بقى منح او قروض ميسرة على فترة طويلة. ده بالظبط علشان التعامل مع الجزء بتاع زيادة مستوى الديون ويخلي الدول النامية أغلبها عندها مشكلة وعندها تحدي للسداد، وما يؤثر على ملاءاتها المالية وما يؤثر على تقييمها المالي. فبتبقى طبعا موضوع أنت تاخد قرض ده يعني كدولة بس من الصعوبة بمكان صحيح، بالإضافة إلى محدودية الموارد المتاحة للدول إنها تقدر تاخد منها مقارنة بالاحتياجات الفعلية لهذه الدول. كانت موضع ترحيب هذه النقطة لأنها مسألة جوهرية أصلا في قبول حتى أي تمويل من جانب الدول ذات الإسهام الأقل في الانبعاثات الكربونية. هل كانت المسألة موضع توافق ما، تفاهم ما؟ هل اختلفت فيها الرؤى فيما يخص ألا يكون التمويل منطويا على قروض مرهقة لهذه الاقتصادات؟ هي الموضوع ده من احدى الموضوعات اللي ده مستمر على الاجنده بتاع كل المفاوضات. احنا السنه دي 29 سنه او 30 سنه منذ بدء التفاوض على مفاوضات تحت سنويه، فهو المعيار ده دايما بيعكس اهتمام الدول الناميه بانها تتعامل مع القصه دي، وفي قبول شديد طبعا، وفي قبول للدعوه اللي طلعت من المؤتمر
لمؤسسة التمويل الدولية لمراجعة سياساتها والتركيز أكثر على تقديم تمويل ميسر للمساعدة في تسريع وتيرة العمل المناخي سواء بقى داخليا أو على المستوى الدولي. سعاد سفير، إحدى الدول الآسيوية وهي أيضا من الدول ذات الاقتصادات المقبولة أو الأفضل حالا من اقتصادات دول عدة في إفريقيا وفي بعض مناطق آسيا، كلفة إيقاف تشغيل محطات الفحم فيها تقدر وفق التقديرات الحكومية لهذه الدولة ب 37 مليار دولار. هذه كلفة كبيرة للغاية فقط لإيقاف تشغيل هذه المحطات، عدا عن كلفة تجاوز 300 مليار دولار للاستعاضة ببدائل بوقود غير تقليدي. دولة كهذه ما الذي يمكن أن يدفعها دفعاً نحو التحول إلى اقتصادات أخضر أو إلى انبعاثات كربونية أقل بكلفة مرهقة للغاية؟ والموضوع له شقين، يعني الشق الأولاني في التزامات على الدول كلها وفقاً لاتفاق باريس إنها تسعى إلى خفض الانبعاثات، كل دولة من أي قطاع من القطاعات أو من مختلف القطاعات الاقتصادية بتاعتها بتسعى إلى خفض الانبعاثات. فده بالضرورة دايماً بيؤدي إلى خفض الانبعاثات من أول قطاع وهو قطاع الطاقة. لكن وده بيسر عملية جذب الاستثمارات وتوجيه الاستثمارات، ولكن تواجد التمويل نفسه دايما بيمثل مشكلة وبيعتبر يعني من الحاجات اللي صعبة جدا. نعم. طيب نتعامل ازاي مع القصة ديت؟ هو ده بقى اللي بيطلع كل سنة من توصيات للصناديق التمويل المختلفة، من توصيات للدول المتقدمة لتيسير النفاذ إلى التمويل المتاح، إلى توجيه ما يعني حجم أكبر من التمويل للمساعدة في مواجهة تغير المناخ، أخذا في الاعتبار إن التقارير تشير إن المجتمع الدولي لو إحنا عايزين نفضل في مسار الدرجة ونص إحنا بنحتاج تقريبا في السنة مش أقل من 2 إلى 3 تريليون جنيه للمجتمع الدولي كله لإحداث التغير المطلوب على مدار 30 سنة. 2 ل 3 تريليون دولار ولا جنيه سعد سفير؟ جنيه، سوري، دولار. نعم. أما بالنسبة لاحتياجات الدول النامية وفقا للخطط الوطنية اللي هي وضعتها للتعامل مع تغير المناخ من دلوقتي لغاية عام 2030 هي 5.6 تريليون دولار. طبعا الحجم الارقام اللي بتتقال والتقديرات مبالغ مهوله طبعا لا تقدر صحيح عليها اي صحيح. مؤسسه ماليه او دوله او اي حاجه، فعشان طيب كده وفق بنتكلم هذا على النقطة خطوره سعد سفير، خطر. حضرتك استعملت تعبير التوصيات في أكثر من مناسبة، هل يمكن سواء في هذه السنة أو في السنوات التالية عند انعقاد هذا المؤتمر أن يتحول الأمر إلى صيغة أكثر إلزاما من كونها توصيات قد لا تتمتع بصفة الإلزام على الدول التي يفترض أن تقدم هذه التمويلات؟ والحقيقة فندم ده يعني له علاقة بالسوق القانوني، فالصناديق الدولية سواء البنك الدولي أو صناديق التمويل زي بنك التنمية الأفريقي هذه مؤسسات مستقلة أو شبه مستقلة ولا تخضع لدول مجلس إدارتها اللي هو فيه الحكومات، نعم أنت تعتبر مؤسسات مستقلة، فما مش بينفع أو يعني النظام الدولي لا يسمح بأن أي دولة أو أي مؤسسة تدي توجيه ولتغيير سياسات هذه لتغيير سياسات مؤسسة التمويل، ولكن تدي توصية ومجلس إدارة بقى المؤسسة بيراعي التوصية دي، في إطار بقى التحرك الأشمل اللي حصل على مستوى المجتمع الدولي كله. فده بيجبر القطاع مؤسسات التمويل المختلفة إنها تبدأ تنظر في الفرص والبدائل المتاحة ليها وتقدم بقى القروض الميسرة أو تقدم تيسيرات محددة كده يعني. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك السفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية. أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.